سجل في الجولة الأولى من مباراة أولمبيك خريبكا. رجاء أحييكم. أولمبيك خريبكا كان سبق للتهديف في الجولة الأولى، ومحمد الحاج قطع أشواطا كثيرة في ملعب المباراة ليصل لمرمى الحارسي جمال علوش. فارق أقل من دقيقة ما بين الهدف الأول المسجل لأولمبيك خريبكا من ضربة جزاء وهدف التعادل المسجل للخضر الذي استعاد التوازن قبل توالي قليلة من نهاية الجولة الأولى من مباراة القمة بين الرجاء البيضاوي وأولمبيك خريبكا. كانت هنا الإعادة